التاني انا اتحول لي رصيد بالغلط. انت كل حياتك غلط كده. فالمهم هو لا يعني بتاكلي ماشي معلش يا شيخ بسرعة خالص، انا يا شيخ اتحول لي رصيد بالغلط 50 جنيه، طيب. فزوجي قال لي لو رن عليكي الرقم ابعتي لي الرقم ده وانا هبعت لي يعني ايه الرقم، يتحول لي الرصيد ده من غير ارقام. كويس فزوجي قال لي لو رن عليكي اي رقم ابعتي لي الرقم وانا هبعت له الرصيد، كويس هو يس ايه اتحول لي. فانا دلوقتي حاليا يا شيخ محدش مثلا اتصل بيا ولا قال لي خلاص. ولا لا باع ولا حد ليس طلع عليك ورن، اسم، اعمل ايه؟ ليس عليك اسم. لا يعني مش عليا اسم. اي جزاك الله خير يا وياك وياك.